بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحد الحكماء: ما رأيت أتعس من أربعة. قال: شخص يدعى للعشاء ويطلب المزيد، شخص يريد الانتحار وعمره مدين، شخص يلبس القديم ولديه الجديد. وحينما سأله عن الوضع قال: معلق لا يعلق على ريال مدريد. يا رب مستحيل يا ريال، مستحيل يا ريال، هذا ما لا طاقة لي به يا ريال. دعهم يحاولون، فالمحاولة أمامك شرف، بألقابك لن يتعدوك، في مجدك لن يتحدوك، بأسمائك سيذكروك، بتاريخك سيمجدوك، إنك الأسطورة يا ريال. قلنا مشاهدينا الكرام، اتذكر يا ريال زمانك، انت الليلة سلطان مكانك، بالثلاثية المدريدية، بالأقدام الأرجنتينية، بالكرة الميزانية، ريال الأوقات هو بثوب الأبطال. يتذكر سنين وسنين الريال بهذه الأمور الكبيرة والرهيبة. في الملعب المرعب، في بيت الرعب، يخوف البرنابيو. اي والله يخوف. يعني هذه زيارتي الثالثة للبرنابيو، لكن صدقوني كلما زرت هذا الملعب كلما شعرت بالرهبة. هذا وانا ما العب رهبة، انت تشعر وانت تشاهد وانت في قمة الملعب، وانت امام حقيقة ملعب يتسع لأكثر من 80,000 متفرج، تشاهد الملعب الذي حدثت فيه صولات وجولات وبطولات وألقاب وأسماء مرت وعبرت من هنا ووضعت توقيع وتوقيع وإنجاز وإنجاز وسجل وسجل وسجل.